حضرتك في البداية عن إيه هي الخطة اللي تم وضعها بالفعل؟ يعني البداية، ضربة البداية هتكون من أنهي قرى وأنهي قطاعات؟ يعني هل هتمشوا بالتوازي في المحاور الثلاثة اللي حضرتك تحدثت عنها، ولا هنبدأ بمحور محور، ولا على حسب القرية؟ يعني الخطة شكلها إيه؟ بص يا فندم، اللي حصل كالآتي. زي ما أكدت في بداية كلامي أنه تم إعداد المسودة ب 51 مركز يتضمن 1500 قرية تم اختيارهم بالفعل بشراكة استراتيجية مع المحافظات والوزارات الدولة المصرية ومنظمات المجتمع المدني اللي موجودة على الأرض في المحافظات. خليني أقول لحضرتك ال 51 مركز دول اللي تم اختيارهم، فيهم 35 مركز في صعيد مصر بدءا من الفيوم وصولا لأسوان والوادي الجديد، وحصر في كل محافظة. مثلا على سبيل المثال وليس الحصر، المنيا 5 مراكز، أسيوط 7 مراكز، سوهاج 7 مراكز، الأقصر مركزين، أسوان مركزين، قنا 4 مراكز، الوادي الجديد مركز، الجيزة مركزين، البني سويف مركزين. طيب لو جينا طبعا على مستوى الدلتا نفس الشيء، سواء كنا بنتكلم على كفر الشيخ أو الغربية أو دمياط أو الدقهلية أو الشرقية، تم اختيار المراكز اللي هيتم العمل فيها. الأولويات أو معايير الاختيار كانت إيه؟ عندنا 7 معايير رئيسة هي اللي حكمت ان احنا نختار المراكز دي ونبتدي بيها في الثلاث محاور على التوازي. يعني المحور الاولاني سواء كنا بنتكلم بنية تحتية متكاملة لخلق طرق تربط ما بين المراكز دي بالقرى بتاعتها، وبالتالي وصول الخدمات ووصول سواء قلنا خدمات صحية او خدمات تعليمية او سلع لأهل هذه القرى يكون بشكل ايسر واسهل، وبالتالي يبقى في زيادة في المعروض السلع والخدمي، وبالتالي يبقى في ضبط للاسعار في على مستوى هذه القرى. ده الشق الثاني المهم جدا اللي هو التنمية الاقتصادية وخلق مشروعات تتناسب مع طبيعة كل قرية داخل كل مركز وتكامل القرى في الخدمات اللي ممكن تقدمها والسلع اللي ممكن تقدمها، وبالتالي حضرتك فكرة الإتاحة تكون أكتر. طبعا على حسب طبيعة كل مركز بالقرى بتاعته، سواء كنا بنتكلم بنستهدف تنمية مستدامة من خلال تنمية زراعية أو تنمية سمكية، أو كذلك الأمر فيما يتعلق بالمجمعات الصناعية اللي بتقوم على خلق فرص عمل حقيقية لأبناء هذه القرى. طيب المعيار الأولاني اللي تم الاستعانة به من خلال فرق العمل الكبيرة المنتشرة على مستوى الأرض المصرية، كان المعيار الأولاني نسبة سكان ريف المركز إلى جملة سكان المركز، لأن في مراكز فيها ريف وحضر، وبالتالي احنا عايزين يكون التركيز على الريف إلى إجمالي السكان. طيب لو دخلنا على الريف، نسبة فقراء ريف المركز إلى جملة السكان الريف المركز ككل، ثم بعد ذلك نسبة التركز قرى مراكب النجاة، وخاصة القرى اللي كان بيطلع منها هجرة غير شرعية عن طريق هذه القرى وعن طريق البحيرات اللي كانوا بيسلكوا من خلالها، وبالتالي خلق فرص عمل حقيقية داخل هذه القرى هيخلق لنا بعد كده احتواء لكل الناس اللي كانت بتفكر انها تهاجر بهذا الشكل غير المشروع. المعيار كمان المهم جدا يا فندم، نسبة الأميين الأفراد اللي عمرهم تجاوز 15 سنة فأكثر، وبالتالي هم دول اللي بيتم التركيز عليهم في محو الأمية 1، 2 التدريب التأهيل المهني، وبالتالي انت حضرتك بتخلقي من خلال هذا الامر طبقه من الحرفيين والفنيين اللي يشتغلوا في المجمعات الصناعيه اللي موجوده في القرى والمراكز بتاعتهم، وهيبقى هنا في استدامه لعمليه التنميه. الشق الاخر والمهم جدا كمعيار نسبه الاسر التي يعولها اناث، وبالتالي كان التركيز على ده
بشكل كبير جدا، بحيث ان احنا نشوف معدلات الاعاله دي ويتم التعاطي مع القرى والمراكز اللي فيها نسب اعاله عاليه. وطبعا هتقولي لي جبنا الكلام ده منين؟ جبناه من خلال ان احنا عندنا صندوق التنميه المحليه بيقوم بتوفير قروض متناهيه في الصغر، فلقينا على مدى السنوات الماضيه ان نسبه المستفيدات من الصندوق يفوق نسبه المستفيدين، سواء على مستوى الشباب او على مستوى كبار السن. الامر اللي جعلنا ان احنا يبقى عندنا قاعده من المعلومات ومن البيانات اللي تقدر تساعد نعرف القرى اللي فيها نسبه اعاله اكتر. ده شق. الشق برضو المهم جدا نسبه الاسر المحرومه من شبكه مياه عامه. كذلك الامر المعيار الاخير اللي هو لا يقل عن بقيه المعايير في استهداف المراكز اللي نبتدي بيها في ال 1500 قريه الاولانيين، اللي هو نسبه الاسر المحرومه من الاتصال بشبكه عامه للصرف الصحي. فطبعا كل هذه المعايير والمؤشرات هي كانت اللي بتحكم على اختيار نسبة الأولوية أو درجة الأولوية. نبتدي بال 51 مركز دول في العام المالي الحالي اللي هو إن شاء الله هيبتدي 21-22، لأن المخطط الزمني ثلاث أعوام، وبالتالي على مستوى الثلاث أعوام دولت يا فندم هيتم استهداف 155 مركز ب 4209 قريه ب 30999 تابع ونجع وكفر. الامر اللي بيترتب عليه ان وفقا للخريطه الزمنيه دي اللي هم الثلاث سنوات يبتدي في 21-22 وتنتهي في العام المالي 23-24، يعني ثلاث سنوات القادمه ان شاء الله نكون انجزنا التنميه الشامله المتكامله اللي تضمن ثلاث حاجات مهمه جدا يا فندم. تضمن التخطيط لعمليه التنفيذ، ده شق. الشق الثاني المهم جدا استكمال تنفيذ المشروعات. الشق اللي يليه تشغيل المشروعات اللي تم تنفيذها. بعد لما بنشغل المشروعات الامر ده بيحتاج صيانه، وبالتالي صيانه الاصول الاستثماريه.